سبسكرايب ولايك وكنتمنى تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا خلينا نبدا. ان هذه لا تنسى اصلا ديال اليونيكورن اللي كتطابق مع الذكريات ديالكم. تضغطوا على كاش واو. ان هذا ملون كيما كتشوفوا ها هو في بزاف تاع الملونات او تمي جزء تاع اليونيكورن. هادو كما غادي تشوفوهم هادو ستيلوات زرقين وفي بهم بزاف تاع ستايل وخصوصا هذا. عندنا هذا القلم ازرق تاع يونيكورن كلهم اقلام زرقين. هذا كيف كان لي بلاك كلاس لكن غير هو بلاك ماشي بلو. وهذا على شكل وردة زوين هو في الخضر وتهو زرق. واحد اخر هذا في شوز هابي زوين تهو زرق. في الاخر غادي نجربوهم كلهم. هذا بحال ماركر تحطيهم تحت الكتب اللي كيف تكتبي ولا فوق منها. المهم زوينين فيهم الوان فاتحين وزوينين. هادو سميتهم انا اقلام الريشة. هما بحال ماركرز غير هما على شكل ريشة. عندنا فيه ريد بلو جرين وبلاك روعة. غادي كلشي غادي نجربوه في الاخر. جزء المفضل عندي هاد القمات على شكل اناناس او شي حاجه كتشبهو. مهم هذا فيه روز ندع البنات. تا هادي اوريزر فيها رائحة التفاح. وهذا تاع لاين كينج من ديزني وهذه من جارتو. دابا غادي نوريكم هادو كاع الجزء ديالو. فيهم من جارة تاع لاين والقلم ديالو تهو بلو وعندو جوج أقلام وحتى إريزر ديالو. وهذا تقدري تكتبي فيه شي حاجة الأم وورك ديالك ولا شي حاجة. باي اي اسلام. دابا غادي نبداو بالجزء تاع انا. اسي اجي اسلام اسلام الموما ديالي. من الافضل عاوتاني كاع البنات عزيز عليهم بحال هادشي اريزر تاع انا وكلشي ديالو. من عندنا هذا هاد ستيلو عندو الكومة ديالو كيتمسح تاع انا. وعندنا المقص تاعو مرسومة فيه انا وإلزا. عندنا حتى هاد المذكرة هي زوينة حالة كاكا أوراق بيضين عادي هاكو هي تاع إلزا فاتورة تاع إلزا. المنجرة تاعها مرسومة تاع أنا. وعندنا القومة ديالها إريزر فيها أنا وإلزا. دابا عاوتاني نبداو هادو رطبين بزاف الأقلام ديالو. واحد وايت واحد بينك والمذكرة هو في المقدمة غادي تشوفوا فيها. أنا لصقت فيها هادي باش تبان زوينة عاوتاني أناقة. يكون تقدر دير فيها أي حاجة كيما وريتكم تاع لاين كينغ. ها هي لصقتها هنا. يكون هي تقدري ديري فيها أسرارك وطويل ديالك وعندك الخيط باش تعلم البلاصة اللي لصقت فيها. وهادو كطبيعتنا هما أقلام ستيلوات بان. ما يمكنش تشوفي كيفاش جوجهم ها هما كيف تاكلهم. دابا ان هادي تحكي بحالها هي زوينة بزاف على الاخر. كيفاش علي كامل زوينة ماما يعني المذكرات كيضمنوها. هذا مش متلفيش والقلم ديالو جليتر.
بعدنا حتى تكون تقدر ندخل مع هذا. عندنا هاد الدفتر سادي ولي زوين، عنده الزواق ديالو زوين شلاري ميتي كولو. عندنا هاد الدفتر غادي نقول لي ولا في الجامعة غادي ياخدو بمربعات كبار، ما عرفتش اش غادي ترسمي بيه ولا ما عرفتش ترسمي بيه. لكنتي باغا تكتبي لي في بحوت وهي. عندنا هذا أقلام، القلم يعجبني فيهم بزاف هو هذا، فيه جلاتين نلصق مع هادو وزوينين غادي نجرهم ولا جوجين عجبني. هنا ربعة ولا ما تخمسة كيلو. وهذا ستيكر وكاينين مع الدم ديالهم حتى هادو، هما زوينين غير شفافين. وكاين هادو كيكتب فيه بونجور ميسيو كوشون، بونجور كوشون، لكن هو عندو واحد الدقة وهادي هي اخر بار ديالو. وهادي ملاكات تاع يونيكورن، قلت لكم بالله غادي تشوفوها. شوفو الزهر ديالها شحال زوين، العينين ديالها والشعر الودني والقرن. و بيان سور فيهم هادو باش تعلمي اي حاجه لو ما كنتيش بغيتي. ما قلتش لي ماما نقول دابي تقدري تكتبي في اي حاجه اللي عجبتك. وقلت لكم غادي نوريكم هادو كستيلوات، ما غاديش نكذب عليكم، لكن صبروا. هذا تاع شامر شاين، انا فايت تستخدمت وحده ما كدبش ستيكر كاين زوين بزاف، وبغيت نلصقت فيهم شحال من حاجه سمسني. دابا غادي نجربو في هاد المذكره. بابا هذا هي القصه ديالي، نبداو من هاد الجزء. بغيت نكتب ميتيني وبغيت نلبس. واو نقدر نكتب شي حاجه وهادو ثلاثة ستيلوات غادي نجربو واش فيهم الدرجات ولا لا. عندنا هذا عندي واحد اللون غامق فيا زوين، دايما انا كنشريهم كنلقاهم بحال هكا، ولكن بعد واحد المومو كيتقادو مهم عنده هاد اللون. نشوف هذا ما بغيش اللون، اللون ديالهم لا صبروا. اذا في مع البرد، دابا البرد مع البرد طرش من البرد خاصهم مع البرد بصح يسخنوا يسخنوا. غادي نكتبو انت الماركة ديالهم موحي واش تكون زوينة، تقدر تكون زوينة. هادو تاع الفيشة معيني، هادا جرين، انا ما عندي حتى فيهم دابا حتى شي استعمال، غير بغيت نبارطاجي معاكم هادشي. هادا بلاك، وغادي نوريكم ريد كيكتبو زوين. هادي مايك. وعندنا هذا تاع فلاورز هو جرين، يكتب غامق بزاف. واي 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 كان باش نكمل الفيديو. غادي نكمل الصفحة نوريكم هذا تاع ثلاثة جلاس، غادي نوريكم له يكتب زوين. هيا هذا ولي غادي يا وعندنا هذا قلت لكم سميتو شو هابي، غادي نشوف كي كيكتب زوين زوين زوين. وعندنا هادو بصح ما كنحملهمش، لكن شريتهم ولا لو شي حاجه يمكن لكم تشريو بحالهم الا كنتو محتاجين ليهم. دابا غادي نوريكم هادي كتقطع الاوراق على شكل تاج، و باش نبداو نحلوها كنديرها هكا كتحل. حاول لي تفهم. ناخذ مثلا ورقه نقطعوها وغادي نوريكم كيفاش كتقطع. كتغسل ورقه ياك كتقطع بحال هكا كتعطيك شكل تاج. ياك في الاخر الا بغيتي تحيد من هذاك الشيء ديالها الاوراق، عندك هنا هاد البلاصه هي باش كتحيدهم، كنت تحيدهم بلاصتهم دابا باقا لاصقه.
لبغيتي تديها كتعطي عليها وتعاودي ديريها البطونه. عندنا عاوتاني هذه نجاره النجارات، لصقت فيها عقلت فاش قالت لكم فيت استعملت لصقت منها هذه حيت كاينه بحالها الا لاحظتوا، وهي كتنجر مزيان. يكون عندنا واحد الحاجه الفوق هي الريزر ديالها حتى هي بلو. إذا بعدا بعدا من تحت كاينه المنظارة، ودابا عداكم وسلام. السلام عليكم. يكون عداكم تنساو دير سبسكرايب و لايك وضغط على الجرس باش يوصلكم اي جديد. اذا ما درتوهاش عمرنا ما نعاود نصيفط لكم فيديو اخر. لا مع السلامه.